أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية المفصلة من قناة النيل الأخبار، ونستهلها معكم بأهم العناوين. مدبولي يبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء ويؤكد على توطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص. بعد الطرح العام الأولي، السعودية تعلن اليوم عن طرح ثانوي ضخم الأسهم في أرامكو. تراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تيسير أي إجراءات مطلوبة في سبيل تعزيز حجم الصادرات للأسواق الخارجية لا سيما الدوائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء من حيث تقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة حول توطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الصادرات من المنتج المحلي ويضمن تنافسيته في الأسواق الخارجية من أجل توافر العملة الصعبة. ولنزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور وليد جبرلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، ما هي التيسيرات التي أكد عليها رئيس الوزراء في سبيل تعزيز حجم الصادرات الدوائية للأسواق الخارجية؟ حضرتك وكل الشباب المشاهدين، وبالتأكيد الحل لكل المشاكل الاقتصادية هو زيادة الإنتاج. من هنا فإن الفترة الأخيرة شهدت زيارات متكررة واجتماعات متكررة لرئيس مجلس الوزراء في صناعات متنوعة، صناعات الهيدروجين الأخضر، السيارات، الأجهزة الكهربائية. اليوم التركيز بيتم على الصناعات الدوائية. الصناعات الدوائية لها دور مهم جدا. مصر دولة من الدول التي تمتلك مصانع عريقة جدا في هذه الصناعة. هذه الصناعة واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، وننتظر وتتوقع منها الدولة نجاحات كبيرة في الفترة القادمة. من هنا أسست اجتماعات رئيس مجلس الوزراء والتي تركز على تسجيل العقبات أمام تلك الصناعة من خلال إجراءات قامت بها الحكومة بالفعل وبتقوم بها، وهو توفير العملة الأجنبية لتدبير المكون الأجنبي المطلوب لصناعة الدواء. هذا من أجل حل التحديات على المدى القصير. على المدى المتوسط فإن زيادة الإنتاج في هذا القطاع طبعا بتتطلب تواصل باستمرار مع المستثمرين، تطوير مستمر للحوافز اللي بتقدمها الدولة. هذه الصناعة بتحصل على كافة الحوافز والضمانات اللي بتقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار ومن خلال مجموعة من الحوافز الموجودة في العديد من القوانين، ولكن خصوصية هذه الصناعة ورعاية الدولة لها هي ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى التواصل بصورة مباشرة مع المستثمرين في تلك الصناعة. اقترب رئيس مجلس الوزراء وعلم من القائمين على تلك الصناعة أن هناك فرص واعدة لزيادة الإنتاج من الصناعات الدوائية. من هنا بتتكرر الاجتماعات وبيتم التوجيه باتخاذ كل ما يلزم من أجل وضع آلية لتنفيذ ما يتم المطالبة به في الاجتماعات مع المستثمرين. دكتور وليد، صناعة الدواء بالتحديد من ضمن الصناعات اللي تشهد أو يتم فيها التركيز على فكرة براءات الاختراع بالتحديد، وبالتالي بتبقى في صعوبة فيما يتعلق بتوطين أو نقل الصناعات خصوصا مع هذه البراءات. طبعا نقل التكنولوجيا بصفة عامة سواء في الدواء أو في غيرها، البراءات الاختراع بتكون فيها مشكلة، ولكن الحل هو الدخول في شراكات مع الشركات الكبرى من اجل التصنيع في مصر. ما ننساش ان احنا مصر كانت من ثلاثة الدول اللي نجحت في تصنيع لقاح كورونا موجود في مصر بالتعاون مع احدى الشركات التي لديها براءات اختراع. وجود المصانع ووجود البنية التحتية واللوجستيات اللازمة للصناعة بيكون عنصر مهم جدا وميزة تنافسية بتجذب شركات الدواء الكبرى لكي تقوم بالتصنيع في مصر، لكي تكون مصر مركز تصنيع اقليمي للمنطقة بالكامل. هل نتوقع مع هذه الحوافز ان تكون هناك صناعات اخرى او مصانع تنقل من جهات اخرى او من دول اخرى في اطار ان التركيز على منطقة الشرق الاوسط والتركيز على ان يكون في مصر مركز لصناعة الدواء؟
هو طبعا يعني انا متوقع ان ده هيتم بصوره كبيره جدا في ظل سوق كبير، سوق مصرية كبير بتتجاوز 110 مليون مواطن موجودين على ارض الدوله، وفي ظل توجه الدوله لكي يكون عندها مخزون استراتيجي من المواد الخام ومن الادويه. هذا الامر فوجود المستهلكين ده شيء مهم جدا، وهو اكبر حافز لوجود المستثمرين، فضلا عن ان الانطلاق من مصر الى دول المنطقه ده شيء مهم جدا بالنسبه لتلك الشركات. الاهم هو تلك الرعايه وذله التصميم الذي نتابعه من الدوله من خلال لقاءات اصبحت لقاءات نوعيه، يعني بنتابع الان اجتماعات متعلقه بصناعه الدواء، اجتماعات متعلقه بصناعه السيارات، اجتماعات متعلقه بكذا. فبالتالي هذه الاجتماعات النوعيه والدخول في التفاصيل بالتاكيد بينتج عنه نتائج ايجابيه بتنعكس بزياده الانتاج في الصناعات الدوائيه والصناعات المتخصصه بصفه عامه. دكتور وليد جبله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا. وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة لمركزها اللوجستي وتطوير خدماتها الجمركية. وقع البروتوكول رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة ورئيس مصلحة الجمارك. وذكرت المنطقة الاقتصادية أنه يجرى تدشين المركز اللوجستي بالتعاون مع شركاء العمل، وتتوفر به جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة. أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفع خلال العام الماضي بنحو 23.6% ليصل إلى مستوى 6.8 مليار يورو مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو في 2022، موضحا أن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث ترتكز هذه الشراكة على زيارات متبادلة ومناقشات قوية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الألمانية المستمرة في مصر ارتفع ليبلغ 1444 شركة بإجمالي استثمارات بلغ 3 مليارات دولار في مختلف القطاعات. شددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد على الاهتمام بجودة التشطيبات وتكثيف الجهود المبذولة في مشروعات الإسكان، ومواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات السكنية الجارية حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروعات للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك في إطار ضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة. يعد مشروع تطوير ميناء العين السخنة من أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر، والتي تهدف إلى تحويله إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متطورة للشحن والتفريغ لجذب المزيد من الاستثمارات والتجارة إلى الميناء. عام عن الانتهاء من أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، تطوير ميناء العين السخنة. عملت تروس الحفر والتكريك على تحويل المكان من ميناء بحري إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم القديم. ترتفع كفاءة الميناء ليقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة للشحن والتفريغ، بما في ذلك التخزين والتخليص الجمركي والنقل اللوجستي، يجعله هذا وجهة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول متكاملة لسلاسل التوريد الخاصة بها. 6 حارة 3 حارة في كل اتجاه، يعني كله رصف خرساني طبعا عشان نتحمل جميع الأوزان اللي ممكن، وطبعا بيدي ديورابيليتي عالية اللي ما بيحتاجش صيانة كتير غير كده الخطوط السكك الحديدية اللي هي جوه الميناء 30 كيلومتر. الخطوط السكة الحديدية واصلة لجميع المحطات جوه الميناء. يتمتع ميناء العين السخنة بموقع استراتيجي مهم على خليج السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعله بوابة مثالية للتجارة بين الشرق والغرب، كما يتم تطويره باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مما سيجعله قادرا على التعامل مع أكبر السفن في العالم بكفاءة عالية. لو احنا بننفذ خلصنا شغلنا، معانا 3 خطوط، اكبر 3 خطوط في العالم، ومعاهم اكبر مشغل حاويات في العالم، اشترطنا عليهم ان المحطات لازم تكون فول اوتوميتد بالكامل، شغاله بال5G على اعلى مستوى،
ما تقلش بقى يمكن احسن من المحطات اللي في هونج كونج وفي سنغافورة. طيب الخطوط الملاحية دي كانت عندنا مشكلة قبل كده في مصر، ان مصر المواني كانت نتيجة ان مستوى الخدمة فيها كان قليل. كنا بنتعامل ان مصر مجرد بتستقبل سفن فيدرز، سفن صغيرة، يعني شغلنا او بضيعنا كلها بتنزل في مواني اكبر، فده كان بيزود تكلفة الشحن علينا جدا. لا دلوقتي المذر شيب نفسها اللي كانت بتنزل في المواني التانية دي هتيجي عندنا، تم في مصر هتقدر توصل لكل الاسواق العالمية بداية من الصين، امريكا، الاتحاد الاوروبي كله. من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى زيادة حركة التجارة وخفض تكاليف الشحن وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الاقتصادية، فيؤدي بالضرورة ليس فقط لجذب المزيد من الاستثمارات بل إلى تغيير وجهة التجارة في المنطقة. بعد بضعة أشهر يكتمل هنا مركز لوجستي عالمي وسيولد عملاقا، فموقع ميناء العين السخنة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم يجعله رابطا متميزا بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. مشروع تطوير ميناء العين السخنة من شأنه أن يغير مستقبل التجارة في المنطقة، هذا بعد زيادة القدرة الاستيعابية للميناء وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متطورة للشحن والتفريغ. من ميناء العين السخنة، محمد جمال، قناة النيل للأخبار. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1,813,000,000,000 جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 38.7 مليار جنيه. انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 62% ليغلق على مستوى 26,922.76 نقطة. كما انخفض EGX 70 بنسبة 56% ليغلق على مستوى 5,932.24 نقطة. أما مؤشر EGX 100 فانخفض هو أيضا وبنسبة 81% ليغلق على مستوى 8,554.56 نقطة. عودة مرة أخرى إلى أخبارنا الاقتصادية، قالت مصادر مطلعة إن السعودية قد تعلن عن طرح ثانوي ضخم لأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو في وقت لاحق من اليوم في انتظار الموافقة النهائية. وأوضحت المصادر إن من المتوقع إطلاق طرح الأسهم يوم الأحد المقبل، والذي يعد تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى من واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرحها العام الأولي القياسي في 2019 والذي جمع 29.4 مليار دولار. قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وأكدت أن القرار لا يتماشى مع القواعد الدولية. يذكر أن المفوضية الأوروبية قد بدأت تحقيقا في أكتوبر الماضي بشأن الدعم الحكومي لقطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين، مع تأجيل قرارها إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في 9 يونيو. من ناحية أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو في الصين لعام 2024 إلى 5% هذا العام بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، مشيرا إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخرا لتعزيز اقتصادها المتعثر. وقال الصندوق إنه عدل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 24 و25 بزيادة 0.4 نقطة، لكنه حذر من تباطؤ النمو في الصين إلى مستوى 3.3% بحلول عام 2029، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية. نتحول إلى أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت الأسعار وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الأمريكية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات ليجرى تداولها عند مستوى 83.52 دولارا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات لتسجل 79.19 دولارا للبرميل. وقد يدعم ارتفاع مخزونات النفط العالمية نتيجة لتراجع الطلب على الوقود الإبقاء على تخفيضات الإمدادات عندما يعقدون اجتماعهم القادم في 2 يونيو القادم. ننتقل إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب لبيانات رسمية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 2325 دولارا و73 سنتا للأوقية، أما الفضة فبلغت 31 دولارا و38 سنتا، أما البلاتين فبلغ 1025 دولارا و24 سنتا. وإلى أسعار العملات، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية منافسة اليوم، بعدما تلقت العملة الدولار دعما من العوائد الأمريكية والطلب على أصول الملاذ الآمن. وصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني لأعلى مستوى اليوم عند مستوى 105.15 منذ 14 من مايو، وذلك بعد ارتفاع بواقع 0.5% في الجلسة السابقة. تراجع اليورو إلى 1.0796 من 10,000 أمام الدولار للمرة الأولى منذ 14 من مايو. هبط الاسترليني إلى مستوى 1.2696 من 10,000 من الدولار. نهاية هذه النشرة الاقتصادية، ونتابع أهم العناوين التي جاءت فيها. مدبولي يبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء ويؤكد على توطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص. بعد الطرح العام الأولي، السعودية تعلن اليوم عن طرح ثانوي ضخم لأسهم في أرامكو. وتراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية. ومشاهدينا، نهاية هذه النشرة الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.